صباح الخير يا سنة خمسة. النهاردة الفيديو اللي وعدتكم بيه بنشرح فيه مع بعض همزة القطع وألف الوصل. طبعا همزة القطع وألف الوصل ده سؤال أو قاعدة من قواعد الإملاء، فعلشان كده كان معظمنا في اليوم ده أصلا غايب، كان يوم من أيام السبت اللي هو كان نص حصة بس اشتغلناها مع بعض. من قواعد الإملاء يعني بيعلمني إن أنا أكتب الكلمة إزاي، إن أنا ما يعني كل حاجة عندنا ليها قاعدة في اللغة العربية. فمن الاسم كده همزة القطع وألف الوصل، همزة القطع وألف الوصل معناهم يا سنة خمسة الألف، إمتى أحط عليه همزة وإمتى ما أحطش عليه همزة. طالما قلت همزة القطع، كلمة همزة القطع يعني هو موجود عليه همزة، ألف الوصل يعني الألف موجود من غير همزة، يبقى أنا كده من البداية سنة خمسة طالما لقيت همزة يبقى دي اسمها همزة قطع. طيب ما لقيتش همزة ولقيت الألف معمول كده يبقى اسمه ألف وصل. علشان كده قال لنا إن همزة القطع تكتب وينطق بها سواء كانت في أول الكلمة أم وسطها أم آخرها. يبقى تاني همزة القطع دي بتتكتب همزة وبتتنطق همزة، بتتكتب وبتتنطق، بتتكتب وبتتنطق، يبقى مكتوبة قدامي همزة يبقى دي اسمها همزة قطع. زي ايه؟ قال لي زي مثلا موجودة في الأسماء زي كلمة أحمد أهو الهمزة مرسومة، أرنب الهمزة مرسومة، فأر الهمزة مرسومة. في الحروف إذا أو إن، في الأفعال أخذ أمن أكرم أسافر. يبقى أنا عندي كل دي مرسوم عليهم همزة، طالما أهو مرسوم شكل الهمزة كده قدام عيني يبقى أقول عليها دي قطع، طالما مرسوم همزة أقول إيه قطع. أمال ألف الوصل عبارة عن إيه يا ميس آية؟ قال لي ألف الوصل أنا بنطق بيها، يعني بنطق ألف، بنطق ألف ولكن لا ترسم الهمزة، ما بنرسمش همزة على الألف بس بنواصل بيها النطق. زي إيه؟ زي كلمة ابن، ابن بقول ألف بس من غير همزة. اثنان، أيم الله، أيم الله ده قسم بيقسموا بيه زي ما احنا بنقول والله، كانوا الشعراء بيقسموا بيه أيم الله. زي بعض الأفعال انتصر، استعمل أو استعمل، اقرأ. زي بعض الحروف زي ال التعريف اللي هي الألف ولام اللي بتبقى في بداية مثلا كلمة السماء، العلم، دي برضه بتبقى ألف بس ما عليهاش همزة. طب أنا عرفت يا ميس إن لو الألف قدام عيني كده معمول عليه همزة هقول أنت قطع، ولو الألف كده من غير همزة هقول أنت وصل. طب يا ميس لو أنت بتمليني في الامتحان، ميس إيه بتمليني دلوقتي وبتقول لي الألف وأنا مش عارف عليه همزة ولا معلوش همزة هعمل إيه؟ دي معلومة تخلوها معاكم يا سنة خمسة، حرف الواو. عارفين حرف الواو؟ نيجي حاطين حرف الواو قبل الكلمة ونجرب، يلا بينا نجرب مع بعض. كلمة أحمد أنا هتكلم هنا وهقول، فإحنا بقول هنا كلمة أحمد، لما أجي أنطقها هقول الواو قبليها والميس متمليني كده كلمة أحمد، هقول وأحمد ولا وأحمد؟ ينفع أقول وأحمد؟ لأ، وأحمد، أحمد. يبقى أنا هنا نطقت الألف، طالما نطقت الألف أرسم همزة وأنا بغمض عيني. زي كلمة أرنب، الميس بتمليني كلمة أرنب، يا ترى أكتب همزة ولا لأ؟ أجرب أنطق، أحط الواو، أقول وأرنب ولا ورنب؟ ينفع أقول ورنب من غير الألف؟ لأ، ما فهمتش معناها، لازم أقول وأرنب. يبقى الواو دي خلتني أنطق الألف، طالما نطقت الألف حط الهمزة. تاني يا سنة خمسة، طالما نطقت الألف حط الهمزة. زي كلمة إن، لو حطيت واو قبليها ينفع تقول وإن، وإن على طول ولازم تقول وإن؟ لازم أقول وإن، يبقى هحط الهمزة. طيب أسافر، ينفع أقول وسافر ولا وأسافر؟ وأسافر، أسافر، أدي الهمزة أهي. يبقى طالما أنا جيت حطيت حرف الواو قبل الكلمة واتنطقت أرسم الهمزة. طب برضو ورينا تحت كده يا ميس، مش هننطقها ازاي؟ مش فاهم. زي كلمة ابن، أنا لما أجي أنطق ابن ممكن أقول وابن فلان، بص أنا قلت إيه، ركزوا تاني كده، وابن محمد،
وابن علي وابن احمد انا اصلا ما نطقتش الالف وابن محمد ما نطقتش الالف. طالما ما نطقتش الالف يبقى ما رسمش الهمزه دي خلاص. طب في الافعال كلمه انتصر، بصوا كده انت هتقول ايه؟ وانتصر. الميز بتمليني كلمه انتصر، انا مش عارف احط همزه ولا ما احطش، احط واو. وانتصر، لقيت لساني نط على النون على طول، يبقى الالف دي ما بحطش عليها همزه، دي اسمها الف وصل. كده اتفهمت؟ بتيجي ازاي في الامتحان يا ميس ايه؟ بيجي لك السؤال كده يقول لك عين همزه القطع والف الوصل، يعني طلعها. اكرم محمد ضيفه، اكرم محمد ضيفه، اكرم. طيب اهو في الف اهو، يا ترى همزه قطع ولا وصل؟ هيجي حد ذكي يقول لي ميس ما هي مرسومه قدامي وثلاثه مرسومه قدامي تبقى قطع، صح؟ طيب لو عايزه اكد لنفسي تعالى اقرا كده، ينفع اقول واكرم ولا لازم اقول واكرم؟ لازم اقول واكرم، طالما نطقتها يبقى دي قطع. طيب احسن الى الفقراء، احسن الى الفقراء، اول واحده هنا دي قطع، قطع ليه؟ عشان مرسومه هي الهمزه من فوق. طب كمان يا ميس تعالي نجرب كده حرف الواو، ينفع اقول واحسن ولا واحسن؟ واحسن، يبقى دي قطع. الى طبعا الى دي من الحروف يبقى قطع. الفقراء، الفقراء، تعالوا ننطق مع بعض كده وحط الواو، هقول ايه؟ ركزوا يلا انطقوها انتوا. طيب كده يلا، والفقراء، قلتوا ايه؟ قلت والفقراء، نطقت اللام على طول، علشان كده دي ألف وصل ما بنحطش عليها الهمزة. طيب انتبه لحركة السيارات، يلا انتبه كده وحط الواو كده قبليها، وانتبه، وانتبه، ما نطقتش الألف يبقى أنت وصلة وما عليكيش طبعا همزة. اقرأ الدرس جيدا، اقرأ الدرس جيدا، ده فعل أمر، اقرأ الدرس جيدا، يلا نحط الواو، واقرأ، واقرأ، يبقى أنت وصل. يبقى في همزة القطع وألف الوصل معانا مفتاح، مفتاح هو حرف الواو، ده المفتاح بتاعنا، ده الإيه؟ ده المفتاح بتاعنا اللي هيفتح لنا الكلمة ويقول لنا الكلمة دي عبارة عن إيه؟ فقال لنا هنا واقرأ دي وصل. يلا اللي بعديها، أول منازل الجنة الفردوس، يلا نقرأ كلمة أول ونشوفوا إيه، همزة قطع ولا وصل؟ طبعا قطع، ليه قطع؟ عشان مرسومة الهمزة اهي، ولو نطقنا هنقوله وول، وول ولا وأول؟ لازم انطق الألف يبقى دي قطع. إن أخي انتصر على مرضه، إن طبعا إن دي قطع، ليه قطع يا ميس آية؟ عشان من الحروف. يلا كمان، اخي، يلا نحط الواو المفتاح بتاعنا عشان نشوف انت قطع ولا وصل. واخي، في حاجه اسمها واخي ولا لازم اقول واخي؟ واخي، طالما نطقت الأ يبقى انت قطع. طيب انتصر، انتصر انت قطع ولا وصل؟ يلا نحط الواو، هقول وانتصر ولا وان، بص نقول ايه؟ وانتصر، وان، يبقى الالف دي ما اتنطقتش يبقى انت وصل، طالما ما اتنطقتيش يبقى انت وصل. النوع التاني اللي بيجي برضو بيجيب لنا الجمله كده ويحط لنا خط تحت كلمه فيها ويقول لك حدد نوع الهمزه، همزه قطع ولا همزه وصل؟ يلا بينا، اول حاجه حدد نوع الهمزه، استعمل الفرشاه لغسل اسناني، استعمل الفرشاه لغسل اسناني. استعمل هنا عايز اعرف نوعها همزه قطع ولا وصل؟ يا ميس هي معلاش همزه من فوق، يبقى وانا مغمض عيني هي ايه؟ هي وصل. ايه اللي ياكد لي المفتاح بتاعي اللي هو حرف الواو؟ يلا نستخدم المفتاح بتاعي، واستعمل الفرشاه لغسل اسناني. يبقى انت فعلا همزه ايه؟ وصل، عشان ما نطقتش الالف. طيب اسناني، يلا نشوف، انت قطع. طيب أكد بالمفتاح بتاعي اللي هو حرف الواو، ده مفتاح كده معايا، يلا بينا، أقول واسناني ولا وأسناني؟ ينفع أقول واسناني؟ لا، مفيش حاجة اسمها واسناني، اسمها وأسناني. بص أنا بقول إيه؟ وأسناني.
سناني، وقع سناني، طالما نطقتها يبقى انت قطع. اخر جملة معانا، قابلت اثنان من اصدقائي. حطيت لي خط تحت اثنان، تعالوا نجرب كده، واثنان يبقى انت وصل، ما نطقتهوش. اصدقائي واصدقائي، وآ نطقتها يبقى انت قطع. يبقى اختصار يا سنة خمسة لهمزة القطع وألف الوصل إن هي الألف، لو محطوط عليها همزة يبقى اسمها قطع، لو مش محطوط عليها همزة يبقى اسمها وصل. أجربها ازاي في الامتحان؟ المفتاح بتاعي هو حرف الواو، لو الألف نطقناها نطقت يبقى دي قطع، لو ما اتنطقتش يبقى دي وصل. تمام كده يا شباب؟ ان شاء الله هديلكوا امثلة ليها واقول لكم نوعها ايه وانتوا تحلها لي برضو مع بعضي. شكرا يا سنة خمسة.